انسجام الأغلبية. احنا احيلكم على بلاغ المكتب السياسي الأخير، واحيلكم على رسالة الاتحاد الافتتاحية البارحة لتتأكد انه ونطق ناطقون من داخلها. تلا اقول ونطق ناطق من داخلها، الأغلبية من داخلها اكد قادتها ما قلناه من عدم انسجامها. أولاً ما يعيشه قطاع التعليم سياسياً المسؤول عليه هو عدم تجانس الأغلبية. من داخل الأغلبية هناك أصوات ارتفعت كانت أكثر حدة وأكثر قوة في الدعوة إلى توقيف التدريس وإلى الإضراب، ثم وكأن المجتمع ثم تراجعت بعد ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه إلى جانب القضايا التي نقابية والتي لها علاقة بالشغيلة التعليمية، هناك سبب آخر لما يعيشه القطاع، هو عدم انسجام هذه الأغلبية وما له من أثر على التدبير الحكومي.